صباح الخير بيبي، اخباره ايه واخبارنا ايه بعد اذن حضرتك؟ يا نهار مش فايت. في ايه يا دكتور؟ لله الامر من قبل ومن بعد. في ايه؟ الساعه الجديده باظت تاني، ودي براند وغاليه. دي جس حضرتك. جس؟ ما هي لازم تقف يا دكتور. ايه يا دكتور اسمها جس. جس. وما دام انت لمت كده وبتجس، ما سميتش البيبي ليه لغايه دلوقتي؟ مش عارفين نكتب ايه في ورق المستشفى. لا، وانا ونهى بس محتارين في الاسم، عمالين نشوف هنختار ايه ومش هنختار ايه كده يعني. انتوا محتارين لسه؟ اه. في المرحله بتاعت الاختراع ممكن اسميه معاكم؟ يا ريت يا دكتور، حضرتك عندك اقتراحات؟ لا، اقتراحات ايه؟ انت جيتي لي في منطقتي؟ انت عارف انا بولد كام واحده في اليوم؟ موضوع الاسامي ده لعبتي يا جماعه. بص يا دكتور، احنا كنا بنحاول نفكر في اسم يعني. لا 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 لا، بص اقول لك على حاجه، الاسم ده لازم يكون على اساس علمي، لان ده اللي هيعيش معاه العمر كله، ده مش لعبه، ويستحسن لو يكون في علاقه ما بينه وبين اسم الاب. اسم حضرتك ايه؟ انا اسمي محمد. لا، اسمك الحقيقي. ما تقوله اسمك يا محمد. ايوه، انا قلت له اسمه مامتي. ما ايوه حضرتك، انا اسمي الحقيقي محمد. لا، ممكن الثلاثي؟ طب لو سمحت. محمد اشرف احمد. محمد اشرف احمد. محمد اشرف احمد. لا حضرتك، ده اسامي ثلاث اخوات مع بعض. مش اسم قوي. طب هعمل ايه طيب دلوقتي؟ قبل كده ما كنتش تقدر تعمل حاجه، لكن دلوقتي معاك الفرصه. اقفش فيها. اقفش في ايه؟ وفرصه ايه اللي حضرتك بتتكلم فيه؟ سمي ابنك اسم عيله كبيره، يعني مثلا لو سميت البيبي ده النشؤاتي، خلاص هتبقى العيله دي في المستقبل عيله النشؤاتي، مش عيله اشرف. النشؤاتي؟ لا طبعا، ما ينفعش يا دكتور، انت فهمتنا غلط. النشؤاتي ده مثال، انا قلت لك اقفش في الفرصه، ما تقفش في النشؤاتي. ايوه يعني طيب زي ايه؟ مش فاهم يعني، ممكن تديني مثال؟ عندك التفكشي، البحطيطي، الشناوي، اسامي. مش فاهم. اسامي الالقاب والعائلات دي حاجه انت لا يمكن تفهمها، انت رجل بلا لقب. لقب العيله عند المدام ايه يا فندم؟ انا دلجموني. ايه؟ دلجموني. يا نهار مش فاهم، دلجموكي ازاي؟ انا قلت للتمريض يدوكي حقنه مسكن. لا لا، تمريض يا دكتور. تمريض يا دكتور. يا دكتور دلجموني ده اسم بابي. اسم بابي؟ حضرتك واخد من عيله دلجموني وبتتريق على نشؤاتي. يا دكتور انا عايز افهمك بس انت مش فاهمني. انا هريحك خالص، انا هقسم لك الاسامي دي لفئات. عندك الفئه الاولى مثلا فئه اسامي الجنسيات، محلي، اقليمي، دولي. محلي زي ايه؟ محلي زي الدمياطي، الفيومي، الاسكندراني، الاسواني الى اخره. عندك الاقليمي مثلا في التونسي، المغربي، الشامي، والعراقي مثلا. اما بقى الدولي في السويدي، الفرنساوي، المصري، او الخواجه اللي هو بيشمل معظمهم. الخواجه نتكل على الله، انا شايفه لذيذ. يا دكتور انا بس عايز افهمك عشان انت مش فاهمني صح. الموضوع كله والله فاهمك، انت بتدور على اسم جديد غير تقليدي وعلى الموضه، وفي نفس الوقت يبقى رنان وطعمه حلو. يبقى انت كده عاوز الفئه الثانيه، فئه اسامي المهن. حضرتك بتشتغل ايه؟ انا فنان تشكيلي. لا ان شاء الله ابنك يكبر ويعوضك ويشتغل شغلانه يعني حقيقيه شويه. طيب المدام بتشتغل ايه؟ انا في اجازه وضع. لا قبل الوضع، ولا انت على الوضع كده من زمان؟ لا كنت شغاله اتش ار. اتش ار؟ لا انا قصدي تكون مهن بجد تنفع اسامي العيله، يعني مثلا الحداد، النجار، الجزار، الحجار، الاتش ار. والله ماشيه. يا دكتور يا دكتور، ايه حداد ايه ونجار ايه وايه الحاجات؟ قولي لي قديمه. لا مش هقول كده. انا بقى جاي لكم لاخر صيحه واجدد حاجه في الاسامي يا جماعه، الاسماء الديجيتال. ديجيتال؟ عندك العشري وعندك الالفي ديجيتال. يعني يا دكتور العشري والالفي دولت يعني ما سمعناهمش قبل كده؟ انتم ممكن تحطوا موضه جديده في عالم الاسامي لو سميتوا ابنكم اسم ديجيتال اللي هو المئوي. تصدق انا حبيته قوي. مبروك يا ام مئوي. يا اختي مئوي كميله، انت كميله نسبه مئويه، انتي مئوي بيضة. بيقول ايه ده؟ النهارده ايه؟ الجمعه. يبقى انت فهمت قصدي، نسميه جمعه او خميس لو حسبنا بدايه الطلق. خلاص لقيناها، خميس. انا بحب شغلانتي دي قوي. يا دكتور انا عايز اقول لك على حاجه. انا اللي عايز اقول لك على حاجه، لو لقينا في البيبي علامه مميزه يبقى اتعشت، لو بقه كبير يبقى ابو شفه، لو اطرافه كبيره يبقى ابو كف، لو راسه كبيره يبقى ابو الروس، لو بيضحك كتير يبقى ابو السعود، لو اشقر يبقى ابو شقره، لو اسمر يبقى ابو سمره. بقيتوا اشطر مني يا مجرمين، يلا بينا. يا دكتور ادينا فرصه. بحطيتي ايه وتونسي ايه وعشر ايه ودلجموني ايه؟ لا 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 لا، دلجموني ده من عندكم، انا ما قلتوش وانا مش موافق عليه خالص. عايزين تسموه دلجموني زي جده، انتوا احرار، البسوا. يا دكتور المولود بنت. بنت؟ بنت. عموما كل اللي يجيبه ربنا كويس، وانا كده اطمنت ان الساعه اشتغلت تاني، عن اذنكم. طب مفيش طيب اي اسماء بنات مقترحات من عند حضرتك كده؟ لا يا بهوات، اسامي البنات دي مش اختصاصي. هتسموها ايه يعني؟ غالبا هتسموها سالوناز، اللي هي الهضبه الشامخه فوق الربيع المشرق المغرب، حاجات من النوع ده. انا اختصاصي اسامي العائلات،
الاسامي الذكوريه المحترمه. دكتور سناء، يا دكتور سناء. ايه كل حاجه دكتور سناء دكتور سناء، مفيش غير دكتور سناء في المستشفى. يا دكتور الحاله اللي في غرفه 111 فاقت وعايزين حضرتك هناك. خلاص اتفضلي يا عطيه انا جايه وراكي. حته عيل، قصدي عيله، مش عارفين تسموها؟ مياصه.